هاي تما جاي بشوية، هاي دور بشوية، إما هو جاي مكسيرة أخويا راه لا إله إلا الله. هذا الحديث أخويا هذا جاي من السبيس، أنا واقف ليها الموتور، كنتسنى ها الكاميوات يدوزو طريق صحوة، تا كيبان لي رجال مع الناس بلاصة الموتور، كندير داك كيبان لي الراجل وبنتو، عييت من جرف الدرية أخويا لا إله إلا الله أخويا، أنا راه سكت لي القلب ديالي. الدرية شتتهم كاملين أخويا، عمرك شي بنادم كنقول لك العظومة ما بقاش فيه بنادم ولا كيتلوى أخويا. البنية اللي ما كانش عندها تكون عندها واحد 11 عام 12 عام. لا بنت بنيه اخويا بنيه اخويا انا كنت معاهم انا كنت اخويا دريه بنت دريه بنت اخويا هزيتها انا اللي طلعتها من بعد الناس يشاهدوا ليا انا اللي طلعت اللومبيلونس ديال الموتى حيت من اللومبيلونس ديال ثلاثه في دقه واحده اخويا الموتى واحده دقه واحده داز عليهم بقى جارهم راه ماشي 20 متر راه الرومبا فينا هي راه من الرومبا هما جارهم المخاخ ديالهم بقاو ليها والريوس وداك الشيء كامل بقى ليها هو شوف الوصل وشوف الدم في الكيرا هو مطوش ليها هاد البلاصه كامله اخويا درت ليها التراب ودرت ليها هذوك حركت داك الشيء بالليسانس راه لا اله الا الله اخويا هاد الكاميوات اخويا خاصهم يديروا لهم شي حاجه السائق اخويا هبط مشى كيجري راه مشى عند الجندار اش غايدير ما عنده ما غايدير هبط بالي بالكاميو انا هبط كيجري كان صاحبو شي واحد كريسون ولا شي حاجه تبان لي غادي كيجري ساكن هنا قال لك البلاصه هذه ديما الحوادث واه انت اخويا انت راه كاين كيلو من الحبيبه كاين اخويا تواسع انت تواسع باش يوسعوا الشانطي ويقدروا الامور كاينه هاد الرومبا خويا هما دايرين فيها هاد الرومبا قداش هادي دايرين فيها شي 30 متر و 40 متر علاش رومبا صغيرة عارفين نتوما الطريق مزاحمة ديروا رومبا صغيرة يدوروا عليها الكاميوات يدوروا عليها الطوموبيلة وانتوما دايرين رومبا قداش والطريق صغيرة وكاين اتساع باش توسعوا الطريق وتوسعوا تخليوا كل شيء يدوز دابا العائلة الله يرحمهم العائلة مساكن داك الناس كنقول لك اللي ماتوا الله يرحمهم ووالديهم وداك الناس اللي كيتسناهم يجيو لعندهم راه باقي ما على بالهم والو مساكن وكاعد توصل هذه الاخبار هاد الناس شحال تقريبا الاب شحال تكون عنده يعني الاب اخويا تكون عنده شي 34 سنه حتى 32 سنه راه شوم انا المراه هي تكون عندها واحد 28 فانتويت تكون عندها حتى 29 هذا الراجل هذا مسكين يلاه خدا موطور ها هو يا باقا الدراجه جديده مي كتهب مو كلشي لا باقا كلشي لا راه انا اللي مقارطي عليه دابا ماشي حيد لي شي واحد شي حاجه وتيجي للمخزن ويهز داكشي ديالو ما كيسكنش هنا ما كيسكن كيسكن في اناسي اناسي ولا مارت الازهر هنايا ملي جبدوا الوراق ديالو قراو كنا كنصاحبو في المجدبه لا شافوا الوراق ديالو مشيت معاهم انا الوراق قلبناهم لقيناه كنصاحبو كيسكن في المجدبه صدق لقيناه كيسكن هنا في اناسي انا ما كنعرفش الدار كنسكن في عين السبع كنت نعرف الدار غنمشي لعندهم ونقول لهم شنو هذا الشيء اللي كاين وهذا الشيء اللي كاين الكلمه الاخيره اللي غنقول لهم اخويا الله يرحمه والله يرزقهم بالصبر وهذا السيد هذا وهاد السيدة ترى تحكى عليهم هاد الناس الله يهديهم السرعة سرعة مفرطة حشومة حشومة والله إلا حشومة عيب نطلبوا من هاد الناس صحاب الرموكات وصحاب الطوموبيلات وصحاب الدراجة النارية يحاول من هاد السرعة ويعطيو اللول الإسباقية مول الإسباقية يدوز واش انا باغي نسبق على اخر باغي نسبق فين غادي دابا دابا الاخ دابا راه خويا الكاميوات اخويا خرجوا عليهم هاد الكاميوات راه هاد الكاميوات كانوا كيمشيو بشويه اما دابا بالنسبه للباترونات ديالهم انا راه كنصوب انا راه كنصوب كاميوات اخويا انا 23 عام ديال الصناعه كلشي كيعرفني انا في عين سبع كيعرفني انا راه صدور انا هاد الدومين ديالي هذا هو الدومين ديالي هاد الشوافريه ولاو داير ليهم فياج عندك فياج ديالك في النهار هما لا ولاو كيضربوا تاك فياجات كل كاميو عنده فيه 300 درهم خاصو يلعب على 300 درهم خاصو يبقى يجري
وحنا راك عارفنا المغاربه هنا حاليا كنلقاو عندنا السفول هنا والله الا دموع دموع بغينا يهودوا من عينين. الحشومه راه حنا مسلمين، راه حنا اسلام، احنا عيب. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.